لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من واشنطن خالد خيري مراسل إكسترا نيوز. خالد، يعني إطلعنا على آخر تطورات أزمة مياه الشرب. واشنطن بوست كانت ذكرت أن الأمر لن يقتصر على ميسيسيبي فقط التي بالفعل بها أزمة مياه الشرب، ولكن ربما ينتشر الأمر في الولايات الأخرى، ولكن هل هناك تفاصيل جديدة على الأقل بالنسبة للوضع في جاكسون ميسيسيبي؟ نعم، في الواقع يعني التطورات الجديدة هو أن حاكم الولاية أعلن أن كافة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة كحكومة وأيضا حكومة ولاية ميسيسيبي فشلت فشل ذريع في معالجة الأزمة حتى الآن. وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارئ إلا أن المخصصات التي دفعت إلى هذه الولاية لم تكن كافية، وحاكم أو عمدة مدينة جاكسون على وجه الخصوص أكد أن الولايات المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة عجزت عن مساعدة الناس. المشكلة لا تكمن فقط في مدينة جاكسون وكما جاء في تقرير الواشنطن بوست، وإنما عدد كبير من الولايات الأمريكية تعاني من نقص المياه وعدم صلاحية مياه الشرب نتيجة تراكم المشكلات عبر 100 عام. يعني منذ 100 عام حتى الآن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقوم بإجراء الصيانة المطلوبة لمحطات تحلية المياه أو الأنابيب التي توصل المياه من مدينة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى. هذه المشكلة يعني أثقلت بظلالها على أيضا أعضاء الكونغرس، وتعلمين أن الولايات المتحدة تدخل على الانتخابات النصفية للكونغرس، وبالتالي هناك عراق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بكيفية معالجة هذه الأزمة. ولكن حتى الآن لا يزال سكان مدينة جاكسون يعانون من نقص المياه وعدم وجود مياه صالحة للشرب. خالد، هل التفتت بأي شكل من الأشكال الحكومة لمسألة تغير المناخ الذي أدى بدوره لجفاف شديد والمشاكل المتراكمة كما ذكرت لنا فيما يتعلق بمحطات تحلية المياه وأمور الصيانة؟ هل هناك أي حزم وجهت؟ هل هناك أي قرارات ربما في الأفق نحو هذا الأمر في الأيام القادمة؟ صحيح، والدليل على أن الحكومة الأمريكية أعطت مخصصات ليس فقط لولاية ميسيسيبي وإنما لعدد آخر من الولايات، لأن ما تسبب في هذه الأزمة هو النفايات الموجودة في نهر الميسيسيبي في الولاية، وأيضا الفيضانات التي ازدادت وتيرتها في السنوات الماضية بسبب التغير المناخي الذي حدث هنا في الولايات المتحدة. والمخصصات المالية المخصصة لمعالجة أزمة المناخ هي تساعد هي الأخرى من جانب آخر. إذن التغير المناخي في الولايات المتحدة وتلوث مياه الشرب والفيضانات هو الذي أدى إلى تفاقم هذه الأزمة هنا في الولايات المتحدة. المشكلة الأكبر أن نقص هذا المياه حسب السلطات الأمريكية يؤدي إلى عدم إسعاف المواطنين إذا ما شبت أو نشبت حرائق في هذه المدن والولايات. هنا ستكون هناك كارثة إنسانية تحدث إذا ما لم يتم إسعاف أو إصلاح هذه المحطات على وجه السرعة. سؤالي الأخير خالد، بما أن أنت ذكرت تجديد للكونغرس الأمريكي في المراحل أو في الفترة القريبة القادمة، يعني ما هي الملفات المسيطرة الآن إلى جانب طبعا الطاقة وأوضاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالطبع الملف الأكبر والأبرز هنا ارتفاع الأسعار والمعاناة التي يعيشها المواطن الأمريكي جراء الارتفاع الملحوظ في الأسعار وأسعار الكهرباء والطاقة والمياه. بعض الأسر هنا لا تستطيع دفع فواتير المياه الشهرية ولا الكهرباء، وهناك الملايين من الأمريكيين الذين امتنعوا بالفعل عن سداد هذه الفواتير. ولذلك يستغل الجمهوريون ويستغل الديمقراطيون هذه القضية من أجل يعني تحسين أوضاع المواطن حتى تكون لهم الغلبة. الجمهوريون يريدون السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، تعلمين أن الديمقراطيين يسيطرون عليه الآن، ولكن الجمهوريون يستغلون هذه الأزمة والأزمات الإنسانية المتتالية هنا في المجتمع الأمريكي من أجل نيل حظوظ كبيرة في هذه الانتخابات المقبلة. بشكرك، شكرا جزيلا خالد خيري مراسل إكسترا نيوز من واشنطن. شكرا خالد.